في اليوم 39 لانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وسط ترجيحات باستعداد بوتين لحرب طويلة الأمد هناك، القوات الأوكرانية تؤكد أنها استعادت السيطرة على كامل مدينة كييف، حيث وأن روسيا واصلت أيضا سحب وحداتها عبر شمال أوكرانيا. من جهتها قالت روسيا إنها دمرت مدرعات وخزانات تم إرسالها لتعزيز القوات الأوكرانية في دونباس وإلى أوديسا حيث استهدفت روسيا مخازن للوقود ومصفاة نفط، ما تسبب باندلاع عدة حرائق في المدينة. من جهتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت أن عمليات إجلاء المدنيين خارج ماريوبول مستمرة والوضع الميداني متقلب. والآن نترككم مشاهدين مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.